إنها سيطرت السماسرة على مركز المعاينة الميكانيكية في الحداث. هذه هي باختصار صورة الوضع القائم وخلفية الإشكال الذي حصل في المركز وتطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى سقوط 9 جرحى من الموظفين. وفي التفاصيل أن محمد علي خاتون الذي يتخذ صفة سمسار ويتقاضى $50 عن كل سيارة تنجح في الفحص الميكانيكي حاول تمرير إحدى السيارات، لكنه فوجئ بأن الموظف علي موسى حيدر أبلغه بأن السيارة غير صالحة للسير، فكان أن ناداه وعجله ب4 ضربات سكين على وجهه وأجرى اتصالا بزملاء له من أهل المقداد الذين سارعوا إلى نجدته، وقام شخص على الأقل ويدعى محمد المقداد بإطلاق النار من مسدس حربي والاعتداء بالسكاكين والعصي على عدد كبير من العاملين في المركز. وهنا حصل هرج ومرج ورعب بين المواطنين الذين حضروا لإنجاز معاملاتهم قبل أن يتدخل الجيش اللبناني الذي عمل على التمركز عند مدخل مركز المعاينة بعد إقفاله وإفراغه من سيارات المواطنين. سلاح و200 واحد وسكاكين بيضربوا مغطيين كله، ما حدا بيحاسبهم، صاروا 100 مره بيهجموا علينا، بيعوصوا علينا، يفوتوا لجوا على حال ما الشركه لجوا، تخبوا بالجوار الشباب حتى ما تجي شي رصاصه وتقتل شي واحد منهم. ومش اول مره بتصير هيدي، يعني قبل بمره فاتوا كسروا مكتب المراجعات، قبل تهجموا على زبون، انا بيبعت لي تهديد، هذا بيبعت له تهديد، اذا بتنحل بالجيش جيبوا جيش، اذا بتنحل، مع انه ما حتنحل هي، لو جابوا جيش بعتقد المغطيهم اكبر من هيك. وعلى الرغم من منعنا من التصوير والتقدم استطعنا الحديث مع عدد من الموظفين الذين كشفوا أن عدد من السماسرة يمسكون بزمام الوضع داخل مركز المعاينة ويقومون بتهديدهم في الخارج عند مغادرتهم أو في الداخل أثناء دوام العمل، وقد سموا عدد من الأسماء كشخص ملقب بالدولار وآخرين معروف أسماؤهم لدى القوى الأمنية. وقال الموظفون إنهم غير محميين لا من قوى الأمن الداخلي ولا حتى من الشركة المشرفة على مركز المعاينة. أول شيء الشركة إنه تحمينا وتأمننا الحماية لنا، بس بعدين إحنا ما شو بدكم الجيش اللبناني يبقى هون؟ لأنه كان في درك وما عمل شيء الدرك. درك ما بدنا، درك إجا قبل مرة وارتشى. مين حامي هالسماسرة اللي برا يعني مسيطرين بشكل كامل؟ حبيبي مين حامي بدك تحكي؟ يعني بين لواء عميد أقل من هيك لا. وفي مكان اعتصام الموظفين مستمرا بانتظار أن يواكب الجيش خروجهم بأمان، قصدت الامتفي المدير المسؤول وليد يونس الذي رفض الحديث وخرج بعيدا لإجراء بعض الاتصالات. في كرامات وفي أرواحها بتنهن بالشركة، ما بالزعر مسكرين أنتوا يعني لحد ما تنحل القضية؟ أكيد أكيد سكرين للتنين مسؤولية على كفلتي الشخصية. بدكم حماية من الدولة؟ أمي ما نرجعش هون، ما نرجعش، غير جيش ما بيمشي. وتوجهنا بعدها إلى مستشفى سنتراس حيث كان الجرحى يعالجون من الكدمات والجروح التي أصيبوا بها. قال لي عيني ضربة قوية بس بدي فوت على المستشفى، عم نشتغل فزعانين ينحط فرد براسنا، قصت أنه يهددنا بالموت بالقتل. وإذا كان ما حصل برسم وزير الداخلية بالدرجة الأولى أعلم عن توجه لفتح تحقيقين، الأول بموضوع الاعتداء والثاني في موضوع تقاضي الرشاوى التي تمارس في هذه الدائرة والتي بلغت حدا غير مقبول. مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث سوف يقفل أبوابه مبدئيا حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك إفساحا في المجال لتأمين حل لهذه المشكلة وإيجاد مركز للجيش اللبناني عند مدخل المبنى لتأمين حماية الموظفين. وإذا لم يتواجد حل لهذه المشكلة فإن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. من مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث نخلع ضيمة، MTV.